تعالوا نشوف المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وسوار الغيني بالجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية، ونرجع نكمل مع حضراتكم. خليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم في البداية، يمكن عشان متواجدين لتاني مرة الحمد لله في الكونفدرالية. ماتش مهم جدا بالنسبة لنا بكرة قدام فرقة يعني محترمة، اتفرجنا عليها بتأدي أداء محترم جدا، عندهم هدف شغالين عليه. اللي انا عايز اقوله ان الماتشات دلوقتي او كل المباريات اللي جايه ما بقاش في فرقه سهله وفرقه صعبه، يعني كل الماتشات اللي جايه عندنا واخدينها يعني بمنتهى الجديه، على اساس خلاص احنا عدينا اول مرحله بالنسبه لنا اللي هي بدايه دوري المجموعات. الحمد لله ربنا كرمنا بثلاثه بونت كانوا مهمين جدا، عايزين نبني على كده على اللي جاي ان شاء الله بدايه مباراه بكره. يعني اجلنا ماتشات الدوري واجلنا ماتشات اللي قبل كده على اساس نشتغل ناخد ثلاثه بونت بكره، مهمين جدا بالنسبه لنا على اساس يبقى احنا بنشتغل او بنبعت رسائل لينا احنا كتيم، يعني اللي احنا الحمد لله ماشيين على المسار الصحيح. ونتمنى التوفيق بكره يكون حالفنا على اساس برضه نكمل، ان احنا بقى لنا كام ماتش من غير الحمد لله ولا هزيمه، فان شاء الله عايزين نوصل لابعد مدى بالنسبه للارقام دي، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل حاجه كويسه بكره تسعد لعبتنا وان شاء الله تسعد جمهورنا. ان شاء الله عندنا مثلا اسماء كبيره كانت مش موجوده، ده بيديني اريحيه كبيره جدا ان احنا نعمل سكور ويبقى ناس قاعدين معانا كمان بره، فده بيزودنا وبيخلينا نقدر نفكر ان احنا عندنا اثنين او ثلاثه نقدر نريحهم، فالحمد لله بنقدر نعمل ده. كنا احنا عملنا ده في الماتش اللي فات، فطبعا بدون شك لما يبقى كل السكور شيت موجودين معايا فده بالنسبه لنا احنا كجهاز بنبقى مطمنين، على اساس برضو كل واحد ممكن مثلا دوره النهارده انت عايز تديله 45 دقيقه او ساعه بالكثير، فلو انت عندك اصابات ما تقدرش تعمل ده، فده بالنسبه لنا دي حاجه كويسه جدا، ويا رب ما يبقاش في عندنا اصابات خالص او غيابات خالص. بالنسبه طبعا للريكورد اللي حضرتك بتتكلم فيه، طبعا احنا اتكلمنا النهارده اللي احنا ليه لا ما يبقاش اربع ماتشات وخمس ماتشات و20 ماتش، ان شاء الله بنشتغل على كده على اساس برضو احنا بنينا حاجه فان شاء الله بنشتغل عليها. مش عايزين يمكن نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا النهارده مع الفريق، اللي احنا مش عايزين نبدا من الصفر تاني، ان شاء الله الحمد لله ربنا كرمنا بثلاث ماتشات نشتغل على كده، وان شاء الله يبقى اربعه وخمسه وعشرين، نفس الكلام اللي اتكلمناه قبل التمرين النهارده. مش هزيد كلام كتير على كلام كابتن معتمد اللي قاله، طبعا كلنا عارفين ماتش اهميته بكره، ماتش مهم جدا، ماتش كان مفترض ان هو يبقى بره ارضنا، بس الحمد لله اداره النادي يعني قدرت انها تجيبه جوه مصر، فان شاء الله ماتش يعني هو بره ارضنا بس هو الحمد لله جوه ارضنا يعني. فطبعا المساندة الجماهيريه هتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا بكره، هتبقى عامل اساسي لينا ان احنا ان شاء الله نقدر نحقق الثلاث نقط، ثلاث نقط مهمين هيفرقوا جدا في المجموعه معانا ان شاء الله بشكل كبير. فزي ما كابتن معتمد قال يعني يمكن الفتره دي عندنا ماتشات كتير جدا سواء في الدوري او في الكونفدراليه، الحمد لله ماشيين على خطه ثابته الحمد لله، ان شاء الله يكون التوفيق حليفنا بكره ونقدر نحقق الثلاث نقط ونسعد ان شاء الله الجمهور باذن الله. يمكن الثلاث ماتشات او الاربع ماتشات اللي فاتوا كانوا في ثلاث بطولات مختلفه، سواء في سيمي فاينال كاس مصر او بعد كده في البطوله الافريقيه وفي الدوري كمان، فكل الحمد لله الماتشات دي بتدي ثقه للعيبه، بترجع الثقه للعيبه اكتر واكتر، بتقربنا لبعض، المكسب الحمد لله يمكن ما فيش مسافات كبيره ما بين الماتشات، فالمكسب الحمد لله الريتم بتاع الماتشات بيبقى بيجي معانا مع الوقت. فانا شايف الحمد لله يمكن معظم اللعيبه الحمد لله استعادت مستواها واستعادت الثقه بتاعتها، وان شاء الله يمكن لحد التوقف عندنا يعني شويه ماتشات، ما فيش حاجه في الكوره سهله، ماتشات ممكن تكون صعبه، بس انا شايف ان شاء الله مع الجهاز الفني بقياده كابتن معتمد واللعيبه ان شاء الله قادرين ان احنا ان شاء الله يعني ننافس على كل البطولات اللي احنا داخلين فيها باذن الله. Alors bonsoir tout le monde pour notre match ça va être طبعا بالنسبه لمباراه الغد هي المباراه الثانيه في هذه المجموعه، لو كانت الامور تسير بشكل طبيعي كان من المفترض ان تكون هذه المباراه في ملعب فريق الاسوار، ولكن
في مصر كل شيء على نظام، المناخ جيد ومناخ كرة قدم واستقبال جيد جدا من فريق الزمالك، وبنشكر إدارة الزمالك على هذا الاستقبال. كومون جو لو ماتش سافا؟ هو طبعا يرى أن فريق الزمالك هو فريق جيد جدا على المستوى الفني، وبيمتلك العديد من اللاعبين المميزين منهم زيزو وشيكابالا ومحمد عواد اللي هو بيعرفه بشكل شخصي لأنه كان عمل كمعد فني في فريق الإسماعيلي، ولذلك هو يعرف محمد عواد حارس المرمى. يرى أن كل شيء يساعد على تقديم مباراة جيدة، أرضية الملعب، وهو يعرف القاهرة ومنشأتها وبنيتها التحتية منذ كأس الأمم الأفريقية التي نظمت في 2019، وهو طلب من لاعبيه أن يتحرروا من كل الضغوط، لا شيء يقلقهم، وأن يؤدوا لعب يمتعهم في المقام الأول قبل أن يحققوا نتيجة جيدة. كما قال سابقا، هو لم يأتي هنا للدفاع، لم يأتي هنا لكي يكون ضحية أو يعاني أمام الزمالك. هو يرى أن الوسيلة المثلى للدفاع هي الاستحواذ على الكرة. هو طالب لاعبي بالتحرر من كل الضغوط وأن يلعبوا السهل الممتنع، وهم عازمون على تقديم مباراة طليق بهم أمام فريق نادي الزمالك. مباراة الغد هي مباراة صعبة، هم يعرفون فريق الزمالك، يحفظونها عن ظهر قلب لأنهم شاهدوا في الكثير من المباريات، شاهدوا العديد من الفيديوهات للفريق. هم لم يأتوا للسياحة ولكن جاءوا لتحقيق الفوز، يعرفون جيدا ما الذي ينتظرهم غدا وهم مستعدون لمواجهته. هو لا يرى أن هناك أي ضغوط، هم عندهم ثقة كبيرة في نفسهم وفيما يمكن أن يقدمونه، وهو يقول أيضا أنهم معتادون على الضغوط، فبالتالي يعني هذا أمر بالنسبة لهم لا يشكل أي مشاكل على الإطلاق.